لو هنتكلم محمد برضو عن اللعيبه بكره ان شاء الله اللي هتبقى موجوده وخلاص اوريدي رجعت وموجوده في قائمه الفريق، عمر جابر، فتوح، احمد، مصطفى زيزو، ثلاث لعيبه يعني قوه كبيره جدا في تشكيله نادي الزمالك، وانت عارف وده معروف يعني للناس كلها. فبرضو وجودهم بكره هيدي تقل للعيبه نادي الزمالك وهيدي تقل لفرقه نادي الزمالك بكره في المباراه. بالظبط، انت في مباراه الذهاب خسرت الظاهرين بتوعك بسبب الاصابه. صحيح. ودول اهم كي بلايرز عندك في طريقه بالزبط. مستر جوميز ده بيفتح بيهم عرض الملعب. بالظبط. فدخل مباراه دريمز في الذهاب لعب ابراهيم اناداي باك ليفت ولعب مصطفى زناري باك رايت، فخسر الجانب الهجومي اللي كان بيستفيد بيه في وجود عمر جابر واحمد فتوح. صحيح. مش موجودين، فدول الاثنين لعيبه مفاتيح لعب. طبعا احمد مصطفى زيزو اللي هو من اهم لاعبي الفريق واللي هو لاعب بيخلق فرص كتير سواء من لعب مفتوح سواء من كرات ثابته، فانت برضه خسرته بسبب الاصابه. دي كلها جزئيات انت خسرتها في الذهاب، كلها ظروف صعبت عليك مباراة الذهاب. انت المرة دي بقى اللعيبة دي متاحة عندك، فالمفروض ان انت بقى هيبقى عندك كافة الادوات اللي تقدر تظهر بيها بالشكل اللي انت عايز تقدمه في الملعب، الشكل بقى الشرس، الشكل بقى المنظم، تقدر تخلق فرص بقى بالطريقة اللي انت عايزها. عمر جابر بقى يفتح لك الملعب ناحية اليمين، فتوح يفتح لك الملعب ناحية الشمال، هيبقى عندك اكتر من مفتاح لعب دلوقتي في الملعب بوجود زيزو. يعني طبعا احنا انا شايف ان لا يعني احنا نقدر نظهر بشكل احسن بكتير جدا من مباراه الذهاب، اللي هم بس بعض الظروف اللي هي زي المناخ زي ارضيه الملعب، لكن انا شايف ان احنا بوجود الظهرين اللي احنا خسرناهم بوجود زيزو لا هنكون احسن كتير ان شاء الله. طب شايف اصابه شيكابالا برضو ممكن تسبب يعني نوع من انواع القلق بالنسبه لمستر جوميز؟ هو البدايل متاحه كتير يعني برضو متيابة موجود برضو انت عارف اكيد اكيد يعملوا له 1000 مليون حساب هناك في غاني. اكيد طبعا شعبيته هناك كبيره جدا. بالزبط. معروف هناك طبعا. لكن غير امكانياته الكبيره شيكابالا انت عارف بفاول بشوطه باي حاجه ممكن يخلص لك المباراه. بالظبط. لا انا بتكلم بس بدماغ مستر جوميز ان هو ممكن بالنسبه له الموضوع ما يبقاش مرعب، لا انا عندي بدايل انا هقدر اتدبر امري. يعني موتيابا موجود، محمد عاطف موجود، مهاب ياسر موجود، مصطفى شلبي رجع، انا هقدر دايماً داي اصلا دايماً داي موجود برضو فهو يعني انا عندي اكتر من لاعب انا هتدبر امري وهعرف امشي دنيتي. لكن طبعا شيكابالا من ناحيه ثانيه خساره برضو طبعا في الاول والاخر. انت عايز تقول لي في بدايل يا محمد بس يعني يبقى شيكابالا؟ طبعا شيكابالا شيكابالا طبعا يفضل لاعب مهم في الفريق. بالظبط.